السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. علامة في رجلك ممكن تدل على نقص فيتامين B12. هو نقص فيتامين B12 بيؤدي لحاجات كتيرة، بس في أحيانا بعض العلامات أو الأعراض البسيطة اللي منها ممكن نتوقع نقص فيتامين B12 أو نقص فيتامينات أخرى. من ضمن العلامات الصغيرة ديت علامة بنشوفها أو بنلاحظها في رجلينا، فلو لاحظنا هذه العلامة نحط في الاعتبار نقص فيتامين B12 من ضمن الاحتمالات الأخرى. فده كان مقال كتبناه في موقع الدكتور هلال، بيقول ايه؟ فيتامين ب له اهميه كبيره في الجسم لانه بيلعب دورين مهمين جدا جدا. فيتامين B12 ده الدور الاولاني هو في تكوين وعمل الخلايا الدم الحمراء، طبعا كلنا عارفين اهميه خلايا الدم الحمراء، والدور الثاني هو في تكوين ووظيفه الاعصاب. وبالتالي إذا كان هناك نقص في هذا الفيتامين فإن الشخص سوف يفتقر إلى خلايا الدم الحمراء وسوف تتعرض أعصابه للتلف والمرض. وإذا استمر النقص إيه اللي بيحصل؟ بيزيد يتعرض الشخص لمضاعفات خطيرة، وبالذات الأشخاص الأكثر عرضة هم مين؟ النباتيين اللي بيهملوا إهمال تام الأكل من مصادر حيوانية، لأن المصادر الحيوانية هي أفضل مصدر لفيتامين B12. إيه أسباب نقص فيتامين B12؟ أسباب نقص فيتامين B12 ثلاث حاجات أساسية. السبب الأولاني هو عدم تناوله في الطعام أو عدم تناول أطعمة غنية بالفيتامين B12، وقلنا ده عند النباتيين. السبب الثاني أن يكون الامتصاص في الجهاز الهضمي لفيتامين B12 ضعيف أو فيه مشكلة. السبب الثالث بعض الأمراض زي مرض برنيشيوس أنيميا. يبقى إيه هي؟ نقص فيتامين B12 نقصه في الغذاء، ما بناكلش أكل فيه اللي هو الغني بالفيتامين B12 اللي هم الأكلات من مصادر حيوانية، إصابة بفقر الدم الخبيث اللي هو برنيشيوس أنيميا، ضعف أو نقص الامتصاص الذي يحدث بعد الخضوع لعمليات جراحية أو أسباب أخرى. يبقى ثلاثة، نقص في الطعام، أطعمة بنتناول أطعمة ما فيهاش فيتامين B12 بشكل كافي، إصابة بمرض فقر الدم الخبيث اسمه برنيشيوس أنيميا، أو الامتصاص ضعيف زي ما بيحصل بعض العمليات الجراحية. طيب ايه الاعراض الاخرى بقى؟ ما احنا قلنا ديت، احنا كنا بنتكلم على علامة في الرجل، ماشي؟ ايه هي العلامة اللي في الرجل وايه هي الاعراض الاخرى بتاعت نقص فيتامين B12؟ هو العلامة في الرجل دي تخصنا في هي علامة مبكرة، وطبعا اكتشاف نقص الفيتامين مبكرا مهم، لان ممكن نعوض النقص ده بالاكل قبل ما يتطور الامر الى امراض واعراض شديدة. فالعرض اللي انا بتكلم عنه النهاردة ايه هو؟ ان الواحد بيحس ان في وغز او شك او تنميل بيشعر به في ظهر الفخذين، في احد الفخذين، الفخذ من ورا كده تحس فيه وغز او تنميل او عدم ارتياح. بيبتدي الاول باحساس بعدم الارتياح، وبعدين بيبتدي يزيد الى احساس بالالم، وممكن يمتد الى الاسفل الى القدم. وطبعا مش كل وغز في الورك من ورا او الرجل يبقى فيتامين ب نقص فيتامين B12، ولكن نحط ده في الاعتبار. طبعا النقص ليه اعراض اخرى كثيره، خلينا نشوف منها ايه اهمها. اربع اعراض او اربع اماكن، مش اعراض. الدماغ، المنطقه الاولى الدماغ. الدماغ بيحصل مشاكل في التفكير وضعف في الذاكره والارتياب والشك والوساوس، ده الدماغ. وجنبها السنان، السنان بيحصل فيها ايه؟ تورم والتهاب في اللسان واللثه واصفرار في الاسنان. الجسم بقى بصفه عامه بيحصل فيه ايه؟ الشعور بالتعب والارهاق وصعوبه المشي والتوازن، الواحد ما يبقاش عارف يتوازن وهو ماشي. فقدان الاحساس الاطراف، فقدان الاحساس في الاطراف وضيق في التنفس. فقدان الاحساس في الاطراف دوت نتيجه ايه؟ نتيجه الاعصاب، ما احنا قلنا مهم هو الوظائف وتكوين الاعصاب. وضيق في التنفس نتيجه ايه؟ قله كرات الدم الحمراء، وبالتالي الاكسجين اللي بيروح للانسجه قليل، وبالتالي الواحد عايز يتنفس بسرعه اكتر عشان يدي اكسجين اكتر وهكذا، فبيحصل ضيق في التنفس.
ديت أهم أربع مناطق بيحصل فيها مشاكل عند نقص فيتامين B12. وطبعا بنعيد تاني إن أهم مصادره هي المصادر اللحوم والأسماك والبيض، ماشي؟ طب علاج نقص فيتامين B12 علاجه على طول، ناكل الأكل الغني بفيتامين B12 وهي المأكولات الحيوانية والمنتجات الحليبية، منتجات الألبان، الحليب والجبنة والزبادي، كل هذه غنية بفيتامين B12. وممكن ناخد شيء مشهور قوي اللي هو حقن التراي بي، الحقن الحمراء اللي حرقة شوية، حقن تراي بي في العضل بتتاخد كل يومين كجرعة أولى لمدة 3 حقن، وممكن بعد كده مرة كل أسبوع، وبعد كده مرة ممكن كل شهر. حاجة التانية التالتة أقصد إنك تاخد مكملات حبوب عن طريق الفم، وفي بخاخات للأنف فيها فيتامين B12. دي طريقة العلاج، والعلاج سهل يعني، وبيتحسن مستوى B12 في الدم، وبالتالي بيبتدي الإنسان يشعر بتحسن وفرق كبير. يعني فعلا لما بتند حد من المراجعين حقن تراي بي، مجرد ما ياخد الحقنة الأولى بيحس بفرق، بتفرق معاه إذا كان في تنميل في رجله، إرهاق، تعب، كل الحاجات دي بتتحسن بشكل واضح بعد الحقن. ونتمنى للجميع السلامة والوقاية من الأمراض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.